كيف يعصى الإله؟ أم كيف يجحده الجاحد؟ وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد، ولله في كل تحريكة وتسكينة في الورى شاهد. حول الورود عمرها دائرة، تستاف من أنفاسها العاطرة، حطت عليها في ملاطفتي وقبلتها قبلة طاهرة، حامت على سحر الحياة، حامت على سحر الحياة، وقد أبدت له أشواقها الآسرة. باحت بما يخفيه خافقها في رفة لطيفة ناظرة، مالت على الأزهار مرهفة، شكت لها زهيرة هاجرة، مادت بها الأزهار وابتسمت من قولة الجميلة الحائرة، أهدت لها عطرا لتسعدها، حفت بها رقيقة دائرة، وجاذبتها الود في دعة، رفت لها كأنها الخاطرة، قالت لها في رقة آسرة: لا تجزعي من زهرة سادرة، فكلنا نهواك يا ساحرة، يا غنوة جميلة نادرة. نرنو إليك نجمة نزلت من شاهق، مضيئة زاهرة، تشارك الأزهار أفراحها برفة رقيقة ساحرة. تضيف في نضارة حسنها، تضيف في نضارة حسنها الزاهي إلى حديقة عامرة،
هزت لها العطفين في ألق، كأنها تعني أنا شاكرة. وهومت في خفة حولها، ثم انتأت عن زهرها طائرة. ماست على عشب الرياض، وقد شدته في ألوانها الساحرة. فخالها إذ أقبلت نحوه، كأنها ابتسامة دائرة. فاهتز من فرط الجوى فرحة، ومال أعناقا لها ناظرة. يا مرحبا، يا مرحبا بالحسن من زائر، بشارة بديعة باهرة. أهلا بها تحط في روضة، تمسها بلمسة شاعرة. تغفو على ورودها لحظة، كأنها لوحة سائرة. تبسمت فراشتي، أومأت، ربي له الإرادة القادرة. قد صاغ مني وردة دائرة، بل آية جميلة طائرة.